بون داك سقسيتني على الفصل تاع الصيف، قلت لي كيفوتوه كلش. بون الحمد لله رانا سلكنا شويه سلعه تاع الصيف وكاع، راهي بقيت لنا باش واحد ما يقولكش باللي ما بقات لناش وكاع، بقات لنا الحمد لله. مي بون دوك دخلنا في الخريف وميم حطينا سلعه تاع المشتى، صافي الكليون يجي عند المحل يحوس على حاجه تاع الخريف او ميم طون يدي اون ايدي على السلعه تاع المشتى اللي راهي كاينه. هي مالغي كو الشتا راهي جايه وانا في الخريف مثل كاين حمان زعما، صافي حنا نوجدوا خويا الصوالح تاع الشتا قبل فوالا. انا توجور السلعه ندخلها قبل لا سيزون تاعها، علاه؟ باش الكليون يدي نظره يدي الاسعار. دوك الناس ماهيش كيما بك السلعه راهي رخيصه، الناس تجي تشري ديريكت وكاع بالحسابات. دوك الناس كيما قال لك هيدي حساباتها باش تجي تشريك، فاهم؟ يدو اون ايدي وكاع بخي يجوا عندنا. السلعة اللي مشيتها اسكو رخيصة غالية كانت العوام تاع الكوفيد؟ شوف لا شوف العوام تاع الكوفيد وكاع الحياة كانت مزيرة، كانوا مبلعين الشحن، كنا نشحنوا غير طائرة، ما كناش كاع نشحنوا بابور، راك فاهم؟ السلعة كي تشحنها بابور اوتوماتيكمون غادي تدخل موان شير، بصح الطائرة راك عارف تخلص 100,000 الكيلو صافي ما عندكش كي دير حبيبي، راك فاهم؟ على هذيك ألبسة الأطفال تاع الشتاء يكون السعر معقول ولا طالع شوية ولا هاوي؟ شوف يعني مواطن بسيط اسكو يطيق يشري؟ لا شوف هذا العام، هذا العام باغابوغ العوام اللي فاتوا حنا ديجا المشتى رانا في 3 زون ما خدمناهاش، فاهمني؟ حتى هذا العام باش دخلنا في المشتى باسكو لي زارتيك جايين خشان وكاع. على هذيك اللي بنادم سنا من راح الوباء وراحوا الصوالح نخدموا المشتى، حتى هذا العام باش غادي نخدموا المشتى. واللي يبخي كاين على كاع اللي يبخي حبيبي، كاين الرخيص كاين الغالي، المواطن البسيط ينجم يشري، اللي عنده يشري واللي ما عندوش يشري، واللي ما عندوش كاع نعطوه ثاني نورمال. هذه هي خويا الدنيا.